تنی منا یہاں دبا گا لیشاو بیرو جوارے گا اینی ما سنگا جوالا رے سو سی سی ایتاو بیرو اٹولی مونی رے یادما دیاو گا اری یہاں گو میانا نے بھینا گا اٹو لائی با دوائیں گا یہاں گو اوہے سی سو بارو رے امودو ماں گا یواما سوزوں لومائی دیاو ملو شوادو یادار یا لے چاو بیرو بھاما ما بیو یہ جاؤ یہاں گا لے لومائی سی سو دمیا گو بھارکو ما بیا ما بیو تچر لے مجی بینے اینی ما سب ہی سنگا نی رے لومائی گا لے یہاں گا لائی گا ما موما بان سلا بیرو ما سی سو نی بارے يوازن وياو لاجا بي نيالي أتولي بوبين لابا بي أكو يمودما كا أبوبي لابا بي تولي تنالون سيسو نيجيرو موني بي أريكا مودما كا يهانغو سابيرو ما شاو دي شنبيا دي تبيرو تنالون سيسو دي راو شنبيا تكوما بيان لما بيو سي لما سو باجاو ني ني تو أبوبي بي سورو لي أشيني بيا دي كون لابي بو أريكا ما يهانغا تكا دي تكا دياو كا هوني كو بيزي لالولو هوني كا لكا ناي أرا بدو بيزي بيطو عملي دي أريكا مودما كا فوني قال لك ما رأى فوني بيزي بيبي بوبيا هي مولي ده نبي رابولي تيرو يهانع لي تازو إيري بيزي كو فوني قال لما كان يهو تيرو بيا ميرو فوني لما كانو إيري بيزي يا لودي دوي بيزي بيحني ما بولي إيري كارو يهانع إيه مين لا ده شالوما أسهل لوجي بيني ده فوني لما كان مولي تازو إيري أسهل آلونو مين باين وابي إيمو بيا يدوارو لي تيرو مود ما لي جانو رامبي بيرو ما تما بيازو ما بيا يدوارو فيسبوك ما سهل لو جينا مني جامع لي أسهلي قد بقى داقا ميوبو سوي سيدو سيبو بيهو ناوالي مي سكاسو راقا جا مويلو واقعي لو دياو قا دو اي نيجين دياو نا سكام يالي ويلو دوان مجي نالو اي نيجين اي اچاو مهو ممان نا سكاري وشاكوا تيغا اي نيما تاين تاسي لاي بيو راقو ناو دوني بارو دولو يا مادوا بي سوراقو ديرو اشان وان نهدوا ري سي تيما ساو ديا ميا پيني لو يو قا پون جاو دوا بيرو ما دو سي مقام پيني داو دلو بي بيو عملي لو سيارو شاو دي سيارو دو ناو دوني منا ما جا مويلو ซาไลตะลงเนี่ยอเปเท่ลาပြီးတော့မျိုးလေကောင်လာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာသူမျိုးလေကိုရောက်သွားတော့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီซาไลအဲ့ထက်အချက်မွေးတွေကိုလမ်းမပေါ်မှာတုံပြီးတော့မှအင်းကိုပြန်တော့နောက်တနေ့မနက်မှာซาไลရဲ့အလွတ်ယူပြီးတော့မှပြန်လာခဲ့အဲ့လိုပြောတယ်သူလည်းဆရာတော်ပြောရတဲ့အင်းပြန်သွားတာပေါ့နောက်တနေ့မနက်ကျတော့သူကမနေ့ကလမ်းပေါ်မှာတုံချထားတဲ့အချက်မွေးတွေကိုซาไลတဲ့ကိုပြန
ော့မှဂျမ်မွေးကိုလိုက်ရှာတာတမွေးတော့မှပြန်မတွေ့တော့အဲ့တော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ပြန်လာတယ်ဂျမ်မွေးတွေကိုစာလိုက်နဲ့ထည့်ယူလာဖို့နင်းနေတသားတမွေးမှတော့ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ဆရာတော်ရှောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကဆရာတော်သူ့ကိုအခုလိုမိန့်တော်မူတယ်တခါကြီးတဲ့မင်းကဂျမ်မွေးတွေကိုသွန်ချခဲ့တယ်လို့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းအကြောင်းမှန်မှန်တဲ့စကားတွေကိုရှောက်ပြောလိုက်တယ်အခုမင်းကမှားမှန်သိတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ်စကားတွေကလည်းဂျမ်မွေးတွေလိုပဲလေထဲမှာလွင့်ပြန်ပြောက်ွယ်သွားပြီဘလို့မပြန်လို့မရတော့ဒါကြောင့်နောင်ကူမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းသတိထားပါလေထိုနည်းတူစွာပဲ Facebook မှာစာရေးရင်ဆဲတာရေးသတိကြီးကြီးထားပါပြန်သိမ့်လို့မရပါဘူး